عشام ايه عشام مش مشي الشام مش مشي الشام لا امتى بدنا نستنى يا اخونا 10 دقايق بنمشي يا اخي فوت راسك فوت فوت لجوا فوت لجوا اهلين مرحبا مرحبا حبيب اهلين يا اخ بخير عينك الباص الثاني امتى بيمشي ما في باص ثاني اخي هذا اخر باص مرحبا عمي اهلين بعبدو اهلين شلون يعني اخر باص هسه الدنيا الظهر معك حق الدنيا الظهر بس الحكومه مصادره كل الباصات اوف وليش كف الله الشر ما تشوف شر اخي لمعلوماتك اليوم في مسيره والناس كلها محتفله مشان هيك الحكومه استاجرت الباصات مشان تنزل الموظفين واستاجرت الشاحنات مشان تنزل العمال الله يديم الافراح بجاه الحبيب ومثل ما بتعرف اخي الحكومه الله يعزها ويديمها ما عندها باصات كفي كل افراد الشعب عالشام عالشام لك انا منيح لحقت حالي ليش حضرتك نازل عالشام اي والله نازل ومعك اغراض ما معي غير الشنطه وهالكم كتاب فيها ممنوعات شيء اعوذ بالله ما فيها غير كتبي وتيابي بيكون احسن لانه مثل ما بتعرف على الطريق في دورياتها هلا كونا بالتفتيش الله وكيلك دخلك وليش ما بيعملوا هيك مع غير ضياع قال لانه نحن قريه حدوديه وروح عندنا التهريب شرف اخي شرف ما بدنا نعلم على الدوريات شرف لا ولا يهمك كله عن نظام وانت جوا يا اخي يعطيك العافيه معلم مش مشيه دمشق مش مشيه دمشق اخي بصراحه مو غير لف ودوران انا معي كيس سكر وكم كروز دخان في مجال نزلون معي اعوذ بالله انا ما بنزل معي شيء ابدا من غير شيء حبيبي انا صوفتي حمراء عند الدوريات اخي اذا صار شيء معك على مسؤوليتي الشخصيه بلا شخصيه بلا مخصيه الله يرضى عليك لا توجع لي راسي صار لي 20 سنه على الخط ما نزلت معي علبه سردين وحده والكل بيعرف عني هالشيء بقى حبك تطلع لحالك اهلا وسهلا ما حبك الله معك حبيبي وقلبي داعي لك طيب بعطيك عليهم 200 ليره أمنتوا بالله على هالنهار ولك حبيبي عربي عم نحكي مو تركي طيب طيب لا تضوج بلا هون أخي مش مشية دمشق مش مشية دمشق أهلين مساعد شفيق أهلين سطوف شو ليش واقف ما تمشي مو لينت للباص يفضح حريشك شو طماع الباص مليان إيه صحيح بس في لسه راكب ما وصل لسه ودخلك منو هالخواجة اللي معطل الناس كلها عن أشغالها المرحوم حسني الأبائيبي شو؟ عم تمزح معي ولا عم تخفف دمك؟ لا والله عم بحكي جد المرحوم توفى بمزرعته بضيعة التعتولة وبدهم ينزلوا جثة معي عالشام ليندفن هنيك هيك الزلمة موصي ومعلومة كل باصات كلهم بالمسيرة وما بقي غير باصي ها وليش باصك ماله مشترك بالمسيرة؟ هلأ طالعته من الصيانة بعدين المسيرة الله يعزك ويعزها إما راح تتعطل على باصي ايه وإمتى راح يشرف المرحوم؟ ليكن وصلوا ليش ما بتاخدوه بنفس السيارة عالشام؟ ما بتقدر السيارة تفوت للشام لأنه خالصة وراقها يعطيك العافية الله يعافيك أهلين وسهلين وين بدنا نحط المرحوم؟ على ظهر الباص وين يعني؟ بس مين بده يستلمه مني هنيك؟ أهله منتظرينه بالكراج ماشي الحال أصبح يلا يا شباب طالعوه على ظهر الباص تعوقنا الله يرحمنا ويرحمه لحظة لحظة لا تنزل شيء ليش؟ وين ورق الزلمة؟ أنو زلمة؟ المرحوم يعني أنو زلمة؟ معك حق سيدي تفضل هاي شهادة وفاة وهي تصريح بنقل الجثة من التعتولة للشام مزبوط الله يرحمنا ويرحمه آمين يا أرحم الراحمين إيه سيدي فيك تحمله ماشي الحال يعطيك العافية مساعد شفيق سطوف نعم نادينا لهالشباب خليهم يساعدونا ما فينا نحن لحالنا ايه على عيني وراسي يا شباب خليه ينزل كم واحد منكم حتى تأجروا معنا بنوبكم ثواب يلا حبيباتي يلا اجروا يا شباب اجروا يرحم احبابكم يلا رحمة الله عليك لا. يلا يا شباب يلا نرد عليكم يلا لا اله الا الله رحمة الله اجروا يلا عاجل يا شباب عاجل الله عليك لا اله الا الله 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 لك مو من هون الابن العيني لا هذا هو خلص من خلي راسه على مهلك على مهلك على مهلك على حيوه على مهلك ايه معينك 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 فعيدك رحموا على المرحوم يرحمنا ويرحمكم الله عشر 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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فاتحة يا شباب يلا يا شباب
جهزونا فاطة يا شباب، ما معنا رجعكم. ها واللي ما معه يدبر حاله اخي. يلا سطوه بحرك عادي. بس يلا مشونا. بسم الله. هشام هشام هشام. شباب شاي سطوف. اي والله من يد ما نعدمه. يسلم وديات يا موفق. شو كنت عم اقول لك؟ كنت عم تقول لي انه دوبلك. صحيح، دوبلني عند طلوع الصوان. سيارتي كانت مزروكه زرق وما قدرت لحقه، فقلت لحالي يا ولد اتركه. يعني معقول تترك واحد غر بالسواقه يعلم عليه؟ فشرت عينه، شو يعلم علي؟ انا صار لي على الخط 20 سنه وما حدا طلع له معي ابدا. المهم يا موفق، ضليت ماشي وراه هيك لحتى وصلنا على نزول الصفصافي. وهون بتبين المرجلة بقى. ها ها برافو عليك. شو ساويت أنا يا حزراك؟ عطيت السيارة مازوت للصاجي وبعدين فضيت غيار وبومرتها بهالنزلة وقلت لها روحي. الله وكيلك هويت السيارة. هويت هوية بهالنزلة الله مولاها. ولو تشوف عينك الركاب شو صار فيهم يا زلمة من الرعبة. هذا اللي صار وشو، هذا اللي غطان، والثاني اللي صار يقرأ آية الكرسي. صاروا كأنن بيوم الحشر. اي والله الله وكيلك ما بزل عليك وموفى. المهم بالآخر طمني، دوبلته؟ ولك شو دوبلته، ما عاد بين وراي. لا والنهفة كان معي 3 ركاب بدهم ينزلوا بكعب النزلة، الله وكيلك ما قدرت واقف لبعد 3 كيلومتر. معلومك أخذ لنص ومو وقت الوقفة والفرامات هلا. منيح لي ما طلع شي بوشك. الله ستر يلي ما طلع شي. ومرة كانت معي الدبة. أني دبة؟ هذا الباص الأصفر يلي هاجم بوزه لقدام، شوفرية الخط بسموه الدبة. أهلا وسهلا الله عافيك. أهلا وسهلا ومرحبا. ايه كان معك الاصفر الدبه، شو صار؟ لك اخي وين بدك تطالك الى العالم هي؟ معليش دبروا حالكم، محل الضيق بيسع 1000 صديق، معلومك الباصات قليله، مو حلوه نقطع الركاب. لك شلون بدنا ندبر حالنا شلون؟ صرنا مثل مكدوس. فصاعه شو ما فيكم خير؟ لك مو احسن ما تضل هالعالم مقطوعه بالطريق؟ بعدين بركي بدهم يشاركوا بمسيره الاحتفال، معقوله نحرمهم من هيك فرصه؟ ازركوا على بعضكم شوي يا اخي، ازركوا على بعضكم، فوت هيك. يلا اخي يلا اطلع اطلع، فوت راسك. لا اله الا الله. بعد هيك يا اخي، بعده شوي، وسع له. فوت راسك يا اخي، فوت راسك. يلا جهزوا لنا فراطه، جهزوا فراطه يا جماعه، هم انا رجع لكم. ها اطلع سطوف، يلا شغل. عشام هون ما في محلات، اذا بدك تطلع على السطح. بطلع على العفاريت. بس اسمع، في تابوت فوق. تابوت شو؟ واحد ميت اخذينه معنا عشام. ولي واحد ميت؟ اخي اذا بدك تطلع ما بدك خلينا نتكسر. لا اله الا الله. هات حاسبني حاسبني بطلع. خلصنا يا اخي. يلا لا حول ولا قوة. حرك سطوف، حرك. يلا يا اخي حرك حرك.
عمى. شو وين ميه؟ يا حريق حريشك يا سطوف، يا والله لو بينزلوك بهالتابوت ما بتبطل عاده التهريب. سوسه سوسه. شو هالجبنة هي؟ بحياتي ما دقت مثلها. أخ أخ لو كان معي شي رغيف خبز. رجينا شوفي كمان. العافية. الله يعافيك. شو في معك بالباص؟ شوفت عينك، هاي الباص قدامك. شو في هذا على ظهر الباص؟ جثة المرحوم حسني الأبائيبي، بعتينا معي على الشام. لك مو هذا اللي عنده مزرعة بالتعتولة؟ هو بعينه. رحمة الله عليه. وين توفى؟ امبارح بالليل والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف فعلا كان زلمة آدمي. شايف؟ إيه والله ما عم يموت غير الأوادي. مظبوط، لذلك انت لساتك عايش. مقبولة منك حضرة المساعد. ومين هذا اللي على ظهر الباص؟ قرايبه للمتوفي. العوض بسلامتك يا اخ. نعم عم نقول العمر لك. الله يسلمكم سيدي. معكم تصريح ابن اهل الجثة؟ شلون شو قلتوا سيدي؟ ايه معه، عطاني اياه. ليك وينه؟ الله وكيلك ما تحركت بالباص قبل ما اتاكد من التصريح. تفضل شوف. هذا شوف مشي. الله معكم. يسلم وديات. مع السلامه. الله معكم. معك شي باكيت دخان؟ لا والله يا حبيبي ما بينعز. لك زبون عوافي ليك. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. الله معكم. مع السلامه. حرك حرك سطوف حرك. على شي كاسة شاي سخنة هيك تدفي لي مفاصلي. لحظة ما في محلات هون. بدك تحضر الباص. طيب بس في تابوت. ها شو هاد تابوت؟ لك شبك انت عابد شبك؟ واحد ميت نزلينه معنا على الشام. شو فيها يعني؟ يا اخي بس مو متعود انا. اصطفي روح ماشي عرك صبوط. لا دقيقة خلص بطلع. يلا اطلع حاسبني بالشام استعجل. بس دقيقة لا اطلع. اطلع يا خلصني بقى.
وصلنا على الشام لسا؟ ولي ولك شو رجعك انت؟ لك لا 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 ولي ولي يا شباب يا شباب الميت صحي صحي الميت صحي الحاول بتهبوا الثاني